مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم أنا الدكتورة نور محمد علي طبيبة اختصاصية. هذا البرنامج يتناول مواضيع متعددة طبية مختصة، نستضيف به عدد من الأطباء الاختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية، أيضا مسؤولين من وزارة الصحة، وأيضا ممكن أنهم تتصلون بنا وأي مقترح أو أي مشكلة أو أي مناشدة تحبون توصلوها لوزارة الصحة، هي هذا البرنامج راح يكون نافذة لكم لوزارة الصحة. خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. مثل ما تعرفون حضراتكم دخلنا بشهر أكتوبر أو شهر تشرين الأول. هذا الشهر مخصص للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الثدي مختلفة. اليوم ويانا بالاستوديو الدكتورة سرى ياسين عبد، طبيبة اختصاص في طب الأسرة وأيضا اختصاص دقيق في التحري عن السرطان ومديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في مجلس السرطان في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بالدكتورة ويانا اليوم في الحلقة. أهلا وسهلا بيك دكتورة. دكتورة تعرفين حضرتك أنه أغلب المناسبات الصحية والطبية تكون لها يوم معين أو ممكن بالأكثر أسبوع، لكن بالنسبة لسرطان الثدي خصصوا شهر أكتوبر أو تشرين الأول وسموه بشهر تشرين الأول الوردي أو بينك أكتوبر. ليش تم تخصيص شهر كامل لهذا الموضوع؟ تفضلي دكتورة. طبعا بالبداية أحب أن أمسي عليك وعلى جميع مشاهدينا. أهلا وسهلا وشاكرة استضافتكم بالبرنامج. أهلا بك. شهر أكتوبر تخصص للتوعية والتثقيف حول سرطان الثدي لما له أهمية في البرامج العالمية بالكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أنه سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى بالسرطانات في العراق وفي العديد من الدول. مؤخرا حتى الإحصائيات العالمية سرطان الثدي صار بالمرتبة الأولى حتى أكثر من سرطان الرئة، فكثرة انتشار المرض ولأنه أكو برامج للكشف المبكر وأكو فحوصات ممكن أن نكتشفه بالمراحل الأولى قبل لا تبدي الأعراض السريرية، وأكو جدوى صحية واقتصادية واجتماعية من الكشف المبكر لهذا المرض، خصصوا شهر كامل للتوعية حول سرطان الثدي في جميع دول العالم. وتم اختيار أيضا هذا الشريط الوردي الريبون الوردي لهذا الرمز، ليش تم اختيار هذا اللون بالذات؟ طبعا هو بصورة عامة كل الأمراض السرطانية مخصص لها لون معين. نفس الشريط؟ نعم نفس الشريط، بس اللون يتغير. سرطان الثدي بما أنه يصيب النساء أكثر ويعني الفارق جدا كبير بينهم وبين الرجال، الرجال يصيبهم بنسبة جدا قليلة، فنلاقي معدلات الإصابة عند الرجال هي بمعدل إصابة واحدة لكل 100 إصابة بسرطان الثدي، يعني 1% رجل وباقي 99 هم نساء، فلذلك اختارينا اللون الوردي، تم اختيار اللون الوردي لأنه يصيب النساء أكثر، وهذا اللون يرمز للمرأة بالضبط. دكتورة خلينا نتكلم الآن عن أنواع الفحص الخاص بالثدي. مثل ما تعرفين حضرتك أكو أنواع الفحص، منها الفحص الذاتي والفحص السريري والفحص الشعاعي. خلينا نتكلم عن كل واحد على حدة. خلينا نعرف اليوم متابعاتنا ومتابعينا عن هذا الموضوع وفي أي عمر يتم إجراء هذه الفحوصات. طبعا اختيار نوع الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي تتحكم به هواية عوامل، بس أهم عامل والأسهل حتى يفهموا المتابعين يسهل عليهم اختيار نوع الفحص هو العمر. العمر هو اللي حددنا أنه نختار نوع الفحص. الكشف المبكر يبدي من عمر البلوغ عند الإناث، نعلمهم أنه شلون يسوون الفحص الذاتي للثدي. الفكرة من عنده أنه نبدي وياهم من عمر البلوغ حتى يتعلمون على طبيعة أنسجة الثدي، بحيث من يصير بها أي تغير غير طبيعي يبدي يكون محسوس بالنسبة لها. مرات من يجون النساء بعمر العشرينات أو الثلاثينات أو حتى الأربعين من نبلش هل أول مرة تفحص الثدي تجي متفاجئة أنه أنا دا أحس عقد، دا أحس خشونة، دا أحس، من نفحصها سريريا نكتشف انه هو فتشي طبيعي، بس لان هي ما متعرفه اساسا على طبيعه الانسجه مالت الثدي. فاول فحص هو نقوم به بالاعمار المبكره هو الفحص الذاتي للثدي.
المرحلة الثانية تبدي بالاستشارة الطبية. طبيعي. الفحص السريري، الطبيب يكون ماهر بالتفرقة بين الأنسجة الطبيعية والأنسجة الغير طبيعية، يبدي يفرق إلى حد ما أنه هل هذا الثدي قد يكون مصاب بأي مرض، خلينا نقول مو إلا سرطان، لأنه معظم الأمراض هي مو سرطانية، معظمها هي أورام حميدة أو كتل حميدة. دكتورة تنصحين اليوم أنه هل يوجد جدول للمراجعة كفحص سريري، أم هو يعني المرأة من تلقى شيء غير طبيعي أنه تراجع؟ ما هي نصيحتك للمرأة اليوم؟ مرة اللخ، إحنا الفحص السريري هو محكوم بالعمر. نعم. يعني من تكون عمرها بين العشرينات إلى الثلاثينات، حتى لو مرة كل سنتين أو كل ثلاث سنوات يكون كافي بالنسبة لها إذا كانت هي تفحص الثدي باستمرار. بعمر الأربعين لا، الموضوع يختلف، بما أنه نسبة الإصابة جدا عالية بحكم التعرض إلى التغيرات الهرمونية وعوامل الخطورة قد تكون متنوعة متعددة من مريضة إلى أخرى، لا صرنا محكومين بنوع آخر من الفحوصات أكثر دقة، اللي هو الفحص بالأشعة، الماموغراف، نوع من الفحوصات بالأشعة اللي هي متخصصة فقط لكشف الأمراض لأنسجة الثدي. فلذلك ننصح أنه النساء بعمر الأربعين تبدي تسوي فحص الماموغراف على الأقل مرة بالسنة أو حتى لو كل سنتين. قسم من المدارس العالمية تنصح حتى لو سنتين كل سنتين مرة تسوي فحص ماموغراف لا بأس به، وبالإضافة إلى الفحص بجهاز الألتراساوند، الموجات الفوق الصوتية. أكيد بالأعمار اللي أقل من 40 مرات ما نشوف الكتلة واضحة أو التغيرات النسيجية واضحة بالماموغراف، ومرات حتى بعمر 40 وخصوصا بمجتمعنا نحتاج أنه بجانب الأشعة التشخيصية نحتاج أنه نسوي فحص بالموجات الفوق الصوتية اللي هي السونار المتعارف عليه. دكتورة للأسف بعض النساء يتخوفون من إجراء الماموغراف، اليوم شلون أطمئن المرأة أنه هذا التحليل أو هذا الفحص هو آمن للمرأة وما بنسبة إشعاع أو ما يسبب أصلا هذا المرض؟ أكيد إحنا ما ندخل، يعني لا إحنا ولا أي مدرسة عالمية تدخل نوع من الفحوصات ممكن أنه يسبب أمراض، لأنه بالتالي راح يكون عبء عليها أنه توفر أدوية لناس مراضة أكثر. إحنا نطمنهم من هذا الباب، لأنه نقول لهم نسبة الإشعاع جدا ضئيلة، حتى وصلت أنه في قسم من الدراسات درسوا أنه كمية الإشعاع اللي تتعرض لها المرأة أثناء الفحص بأشعة الماموغراف هي ما يعادل الأشعة المنبعثة من أي شاشة تلفزيون. إذا هي شاهدت مسلسل من 30 حلقة طول الحلقة الوحدة نصف ساعة. فيعني أكيد الكل إحنا نتفرج التلفزيون بأوقات أكثر وأطول، بالإضافة إلى شاشات الموبايل، فإحنا أساسا يعني مدى نعرض نفسنا لأي خطورة بقيامنا بالفحص المبكر عن طريق الأشعة الماموغراف. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين ويا حضراتكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية مع دكتورة سرى ياسين عبد، اختصاص دقيق في التحري عن السرطان. أهلا بك دكتورة مرة ثانية. خلينا دكتور اليوم، كيف تعرفون مرض سرطان الثدي؟ ما هو تعريفه؟ وما هي العوامل المؤثرة أو الريسك فاكتورز، عوامل الخطورة اللي تؤدي للإصابة بهذا المرض؟ سرطان الثدي هو يعني مثل باقي السرطانات، المبدأ مالته أنه يكون انقسام ونمو غير مسيطر عليه للخلايا. بحالة الثدي أكو إحنا عندنا نوعين من الخلايا، اللي هي الغددية وخلايا القنوات الحليب. فمن يكون الانقسام غير مسيطر عليه ويشكل لنا كتلة بالثدي، أو بالمراحل الأولى نشوف تكلسات بالأشعة فتشير إلى أنه أكو نمو غير طبيعي للخلايا بالثدي، فهو هذا تعريفنا لسرطان الثدي. بالنسبة لعوامل الخطورة، هنا عندنا نوعين من عوامل الخطورة. أكو عوامل خطورة ممكن أنه إحنا نتحكم به، وأكو عوامل إحنا ما لنا أي تحكم بها. ليش ما لنا أي تحكم بها؟ لأنه ما راح نقدر نغيرها. مثل أنه أول عامل خطورة للإصابة بسرطان الثدي هو أنه أنت أنثى وعندك ثدي،
فهذا العامل ما نقدر نغيره. كون الثدي موجود ويتعرض لها التغيرات سواء كانت خارجية أو من داخل الجسم، التغيرات بمستوى الهرمونات ممكن يعرضها للإصابة بسرطان الثدي. عامل الخطورة الثاني هو العمر. كل ما تتقدم السيدة بالعمر راح تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من الفتيات بداية أعمارها. فالعمر هم ما نقدر نتحكم به. الشغلة الثالثة أو العامل الخطورة الثالث هو أنه العائلة أساساً عندها قصة مرض بسرطان الثدي. هذا هم ما نقدر عامل الوراثي، أنه أحد أفراد العائلة قد أصيب بسرطان الثدي سواء كان أنثى أو ذكر، يسجل أنه هذه العائلة عندهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي وبمختلف أنواعه وبمختلف الفئات العمرية، فهذا هم ما نقدر احنا نغيره. العامل الخطورة الأخير اللي احنا ما نقدر نغيره اللي هو العرق، انه اكتشفوا في كثير من الدراسات انه النساء ذوات البشرة البيضاء اللي هم القوقازيين المتعارف عليهم هذول أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. هاي العوامل احنا ما نقدر نتدخل بها، بس خلينا نقول انه هاي ما تشكل الجزء الاكبر اللي نسب الاصابه بالسرطان. لا، احنا هاليوم العوامل اللي احنا نقدر نتدخل ونتحكم بها هي اكثر انتشار. اللي هو اول شيء التغيرات اللي طلعت على مجتمعاتنا بصوره عامه من اسلوب حياه بما يخص الاكل والشرب والنشاط البدني. نوع الأكل الغير صحي العالي بالدهون والكربوهيدرات والسكريات، هذا واحد من الأسباب الرئيسية اللي يؤدي إلى السمنة وبالتالي يحفز نمو خلايا سرطانية، مو بس بالثدي، لا بكل أعضاء الجسم. قلة ممارسة الرياضة وقلة النشاط البدني، اليوم معظم الوظائف خلينا نقول صارت يعني حتى من خلال الانترنت اونلاين، كليتها معظم الوظائف الاجتماعات والتسوق وهواية صارت اعمال تدار اونلاين، فقللت النشاط البدني وبالتالي قلت ممارسة الرياضة، فهذه الاسباب اللي تؤدي الى السمنة وتحفيز الخلايا السرطانية. الموضوع الآخر أو العامل الخطورة اللي إحنا بنقدر نتحكم به هو التغيرات بمستويات الهرمونات. اليوم المرأة اللي تأخذ حبوب منع الحمل أو لأي سبب آخر، واللي نلاحظ أنه كثير من النساء بمجتمعنا يتناولون الحبوب أو الأدوية الهرمونية بدون استشارة طبية. فهذا هم يشكل خطورة جدا عالية للإصابة بسرطان الثدي. حتى كثير دراسات أثبتت أنه النساء اللي أخذوا حبوب منع الحمل يكونون معرضين للإصابة بسرطان الثدي حتى لفترة 10 سنوات ما بعد التوقف على تناول الأدوية الهرمونية. بالنسبة للتدخين دكتورة، أكيد التدخين والكحول من المسببات الرئيسية للإصابة بسرطان الثدي والسرطانات الأخرى. فالتدخين هاليوم إحنا دنشوف بمجتمعنا صار يتخذ أشكال ونوعيات مختلفة. قبل كنا بس السجائر، وكنا نطالب الحكومات والجهات المعنية بإصدار قانون الضرائب ومكافحة التدخين. لا، هسه الموضوع اختلف، صارت اكو الأرجيلة والأرجيلة الإلكترونية اللي يعني هواية اكيد مخاطر لها، بس لحد الان مو بس يعني بنظامنا الصحي، لا او على مستوى حكومة، حتى عالميا هواية هسه بدلشوا دراسات يريدون يشوفون تأثيرها.
اكو كذا دراسه اثبتت انه السجائر الالكترونيه والاراجيل هي حالها حال التدخين اذا ما كانت هي اخطر. نعم. فصرنا حتى نراجع ونطالب باقرار قانون مكافحه التبغ والسجائر الالكترونيه. نعم. وهذا واحد من القوانين اللي مطروحه في مجلس النواب. نعم. تم قراءته قراءه اولى وان شاء الله احنا متابعين معهم. هناك لجنه عليا مشكله من قبل عده وزارات لإقرار قانون مكافحة التبغ وشون أنه نزيد الضرائب عليه. الضرائب طبعا مو بس تقللنا من استهلاك السجائر ودخولها عبر الحدود، لا، احنا نستفاد من مخصصات الضرائب لمعالجة مرضى السرطان. نعم. دكتورة، بالنسبة للتلوث أيضا إلى دور، هل هو من العوامل المؤثرة في الإصابة بهذا المرض؟ أكيد التلوث البيئي واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى الإصابة بالسرطانات. انبعاث الأدخنة، وإحنا هاليوم عندنا هواية مصادر للانبعاث الدخاني. يمكن حتى المصافي مات النفط اللي هي موجودة في داخل المدن أو بالقرب منها، بالإضافة إلى الأدخنة المنبعثة من المولدات الكهربائية، هاي هم واحدة من الأسباب. أكيد. الملوثات البيئية. أضف إلى ذلك أكو ملوثات كيميائية وأكو ملوثات إشعاعية، كوننا إحنا بلد تعرضنا إلى كثير من الحروب وأنواع مختلفة من الأسلحة، ما نزال ندرس تأثيرها على صحة المواطن. نعم. دكتورة، إحنا نشوف دائما كأطباء أنه أغلب الحالات المكتشفة هي أورام حميدة ونسبة قليلة منها هي الأمراض الخبيثة. هذا يخلينا يطمئن أنه المتابعة اليوم أو المرأة اليوم اللي تشوفنا أنه مو كل شيء تكتشفه أنه هذا ورم خبيث لا سمح الله. كيف تنطي ملاحظات حول هذا الموضوع؟ أكيد هو هذا واحد من الأشياء اللي هي مو بس تطمن المريضة، حتى إحنا كأطباء من نفحص ونلاقي كتلة بالثدي أبد ما نحكم عليها أنه هل هي هاي كتلة خبيثة أو لا. لا، اليوم إحنا تقريباً أكثر من 70% من الكتل هي كتل حميدة. نعم. فأكيد أنه هذا الشيء يخلي المريضة أنه تروح وتراجع، لأنه الكتلة الحميدة بسهولة ممكن استئصالها، بس الكتلة ما راح نلعب بالثدي ولا نشيل نصه ولا، فمجرد أنه نزيل الكتلة، وهم نرجع ونقول أنه حجم الكتلة هو اللي راح يحدد البروتوكول، يعني العلاجي. هل انه نستأصلها او نبقى نتابعها بالفحوصات الدوريه؟ مرات كتل كلش صغيره وما يستوجب انه تداخل الجراح وشق وما اعرف شنو. فيعني اكيد الكتل مو اكثر الكتل هي كتل حميده. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. نكمل حديثنا دكتورة اليوم حول مراحل التشخيص للمرض. كيف نبدأ بالتشخيص مرحلة ومرحلة؟ يعني المرأة اكتشفت وجود عقدة أو كتلة معينة بالثدي، ماذا تفعل بعدها؟ ما هي الخطوات؟ هو إحنا ليش دائما نقول الفحوصات الدورية؟ الفحوصات الدورية مرات تخلينا نكتشف كتل هي حتى ما محسوسة لا سريريا ولا بالفحص الذاتي للثدي. مثل ما قلنا انه هو يتخذ عده اشكال بالاعراض. من نكتشف الكتله، هذه الكتله راح تخضع الى الفحص الثلاثي، اللي هو اول شيء الفحص السريري، فحصناها واكتشفنا كتله، نحيلها الى الفحص بالاشعه اللي هي اشعه الماموغراف، واذا مرات نحتاج انه هم نسويها اشعه بالفحص بالسونار أو الموجات الفوق الصوتية. بعد ما يتم تحديد مكان العقدة وحجمها أبعادها، لازم ناخذ من عندها عينة. والعينات تختلف، يعني قد تكون العينة هي خزعة خلوية أو قد تكون خزعة نسيجية بواسطة التروكات أو الكور بايوبسي، أو قد تكون العينة جراحية نستأصلها جراحيا ونخضعها للفحص النسيجي. بعد ما نفحص الكتلة يبدي يعطينا مؤشر هل أنه نسبة الخلايا السرطانية، شنو نوعها، شنو طبيعة الهرمونات، تفاصيل كاملة. تفاصيل كاملة هي بعدين اللي راح تحددنا بالبروتوكول العلاجي.
واليوم اكو عدة انواع من العلاجات. العلاج الجراحي واحد من العلاجات اللي احنا نتبعها بالتخلص من سرطان الثدي، والجراحي جدا مهم انه ننوه عليه انه مو شرط انه يكون استئصال كامل للثدي. كل ما نكون شخصنا المرحلة مات المرض بالمراحل الأولى راح يكون استئصال جزء صغير جدا ما يتجاوز سنتيمات قليلة داير مداير الكتلة، فكل ما تكون الكتلة صغيرة وما منتشرة للأنسجة المجاورة مات الثدي أو عبر الثدي تكون نسبة الحفاظ على الثدي جدا عالية. بعدها تبدي فريق متعدد الاختصاصات من أطباء. ما هي الاختصاصات دكتورة اللي تكون ضمن هذا الفريق؟ طبعا الفريق يتكون بالبداية من الطبيب اللي يفحص السرير، بعدين الجراح لازم ناخذ رأيه، وطبيب الأورام، طبيب الأشعة، وطبيب الأنسجة. هذول الفريق لازم يقعدون باجتماع ويراجعون الفايلات مالت المرضى ويبدون يضعون خطة لعلاج المريضة. كل مريض خطة العلاجية مالته تختلف عن المريض الآخر حسب نوع الورم وحسب مرحلة الورم. فأكو عدة مراحل للورم، الأول والثاني والثالث والرابع، فهي هاي اللي راح تحددنا خطة العلاج اللي نخليها للمريض. نعم دكتورة، كيف يؤثر الكشف المبكر للمرض على نسب الشفاء؟ الكشف المبكر يعني يعتبر هو أهم عامل للوصول إلى الشفاء التام. نعم. اليوم إحنا شقد أكو أعراض وإحنا نتخوف من الكتلة والهذا، بس السرطان بمراحل الأولى ما بي أي أعراض. فلذلك احنا دائما نقول حتى اذا ماكو كتله، حتى اذا انت ما حاسه الم، ماكو اي تغيرات بالثدي، نسوي الكشف المبكر، لانه الاشعه قد تكتشف اشياء احنا لا حاسيها بالفحص السريري ولا بالفحص الذاتي ولا اكو اي اعراض. فنسبه الشفاء تصل الى 98 او 99% بالمراحل اللي هي ما باديه بها اعراض. فهاي النسبة هي اللي تخلي الكشف المبكر يلعب دور كبير جدا بالوصول إلى الشفاء التام من المرض. وطبعا هذا مو بس يعني إلى تأثير على صحة السيدة، لا، هو حتى إلنا كنظام صحي هذا بجدوى اقتصادية، بجدوى اجتماعية، حتى اقتصادية للعائلة، انه انا وين اعالج مرض بالمرحلة الاولى قد ما احتاج فقط جرعة او جرعتين وقائية وشق جراحي ما يتعدى 5 سنتيم، وين اني ابقى طول العمر باقي على العلاجات الهرمونية والكيميائية والبيولوجية. دكتورة خلينا اليوم نعرف متابعاتنا اليوم عن الاعراض الاخرى اللي ممكن تخلي السيدة أو البنت أنه الشك عندها ورم لا سمح الله غير وجود كتلة أو عقدة. هو إحنا مثل ما قلنا المرض بدايته ما بي أعراض، حتى مرات نوصل للمرحلة الثانية من المرض وإحنا ما حاسين أي شيء، بس بالمراحل خلينا نقول المتقدمة قد تكون الثالثة والرابعة أكثر عرض يجون به المريضات هو تكون كتلة، كتلة لأول مرة يشوفون. الكتلة هذه إذا كانت قريبة من الجلد ممكن تكون محسوسة للمريضة ومحسوسة للطبيب أثناء الفحص السريري. غير الكتلة مرات يكون أكو تغير بشكل أو حجم الثدي، هاي إذا كانت الكتلة عميقة بالأنسجة مالت الثدي ممكن تسوي فالتغير بالشكل فقط أو بالحجم، فهذا أي تغير ممكن أنه يدل على أنه وجود كتلة. غير هذا أنه ممكن تكون تغيرات بالجلد، قد تكون طفح، تقرحات، أو قد تكون تنقرات تشبه قشر مات البرتقال. هذه هم واحد من الأعراض اللي قد تشير، مو 100% قد تشير، لأن مرات الالتهابات مالت الثدي هم تجي بنفس الطريقة تشبه هذه الأعراض، فقد تشير إلى أنه ممكن يكون هذا ورم. ممكن أنه تكون أكو تغيرات بالحلمة،
أو حتى بالجلد، انسحاب الحلمة أو انسحاب الجلد بأي منطقة من الثدي قد يشير إلى وجود كتلة عميقة هي اللي سحبت الحلمة أو الجلد وبالتالي سببت لنا هذا الشيء. قد تكون هذه الكتلة هي بداية ورم سرطاني. أضف إلى ذلك الإفرازات، إفرازات الثدي. دائما احنا نعلم المريضات انه تعتصر الحلمة حتى تشوف اذا اكو افرازات ولا لا، مرات يكون هو هذا العرض الوحيد اللي قد يكون بداية ورم. افرازات غير طبيعية من الثدي هو ممكن يكون بداية المرض. دكتورة خلينا نشوف هذا الفاصل وراجعين. متابعينا الكرام نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مرة اخرى. دكتورة نكمل حديثنا حول امراض الثدي، هل توجد أمراض أخرى؟ خلينا اليوم نوضح لمتابعاتنا ما هي الأمراض الأخرى غير الأورام اللي يصيب الثدي النساء؟ أكيد مثل ما قلنا كتلة الثدي هي دائما خلينا نقول الشيء اللي يخوف المريضة. مثل ما قلنا 70% من الكتل قد تكون هي حميدة، فالكتل أو العقد بالثدي هي واحدة من الأمراض الشائعة عند النساء. تكون عقدة ليفية وعلاجها جدا بسيط، مجرد استئصال جراحي ونخلص من المشكلة. هاي طبعا إذا كان حجمها كبير، ومرات تكون العقد صغيرة. جدا صغيرة فقط متابعة طبية مرة بالسنة أو كل 6 شهور نسوي لها فحوصات سريرية سونار أو ماموغراف بحسب الجدول الدوري للفحوصات الدورية والكشف المبكر عن أمراض. اتصال، خلينا نستقبل هذا الاتصال. متابعينا معنا رفاه من بغداد، تفضلي رفاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيكم أحد البرنامج رائع جدا وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. الموضوع يعني جدا حساس ونشكركم لأنه فتحتوا الجو يعني ونقدر نسألكم على عليه. نعم ست رفاه. تسلمي. عندي بس استفسار. ممكن تعلين صوتي ست رفاه؟ طلعت عندي نوع من العقد يجي تحت الأبط. نعم. وخايفة من عندها خاصة إنه يعني عائلتي عندنا يعني خالتي وخالتي الثانية وخالو عندنا يعني صار عندهم سرطانات وتوفوا. نعم. فهالآن يحتاج إنه أراجع لو ما أخاف من عندها خاصة إن هي يعني تحت الأبط بس يعني مو كل. نعم. يعني منازلة. هسا إن شاء الله دكتورة سارة تجاوبك على السؤال وشكرا جزيلا لاتصالك. دكتورة سارة سمعتي سؤال متصل رفاه من بغداد. طبعا هو يعني اجى السؤال بوقته لانه احنا دا نقول على امراض اخرى غير سرطان الثدي. الثدي هم يتعرض للالتهابات، فقد تكون بالغده او بالقنوات الحليب خصوصا بالامهات المرضعات، ومرات اشكال الالتهابات او الاعراض مالتها مختلفة من سيده الى اخرى. قد تكون بشكل احمرار او طفح او تقرح او حتى مرات تشققات بالحلمه خاصه بالنساء المرضعات. واحده من الاسباب اللي تخلي نشك انه اكو التهاب هي العقد اللمفاوية، انه تحسها المريضة او حتى مرات احنا بالفحص السريري نتحسس العقد. العقد اللمفاوية الخاصة بالثدي مو موجودة فقط بالثدي، لا موجودة بالأبط، لانه جزء من الثدي اللي هو ذيل الثدي هم موجود بالأبط. فالأبط ضروري هم ينفحص ويا الفحص مات الثدي. بس العقد بالعائلة عندهم حالات أكيد. نعم. ما دام بالعائلة احنا قلنا هاي واحد من الأشياء اللي تمثل عامل خطورة ما نقدر نغيره. فبهيجي حالة بالعكس لازم نركز على الفحوصات الدورية أكثر وحسب العمر. عمر العشرينات مجرد إنه فحص سريري قد نحتاج إلى فحص بالموجات فوق الصوتية بالسونار ونتابع حالتها إذا أكو شيء. ممكن تخضع إلى الفحص الجيني إذا هم عندهم بالعائلة أكثر من واحدة أو أنه اللي تعرضت إلى سرطان الثدي بعمر مبكر وهي من أقاربها من الدرجة الأولى. سواء كانت أمها أو أختها. فالفحص الجيني مهم هنا. بالنسبة للعقد اللمفاوية هي مرات هي بسبب التهاب. قد تكون حتى مو بالثدي، منطقة قريبة من الأبط على الكتف او تحت الرقبه ممكن تكون لسعه بعوضه او حبه.
الأمهات اللي يعملون هواية مرات حتى الشغل يعني هواية تمارس يعني ترفع وتنزل نعم. إيدها أثناء العمل بالضبط وتحمل أثقال مرات يصير تهيج بالعقد اللمفاوية أضف إلى ذلك طريقة إزالة الشعر بمنطقة الأبط كلش مهم أنه نتبع الطرق الصحية لأنه هاي المنطقة بيها بصيلات شعر تكون معرضة للالتهاب أثناء رفع الشعر فممكن أنه هم واحدة من الأشياء الشائعة أنه تسبب لنا التهاب في العقد اللمفاوية وأكيد حالها حال أي عقدة لمفاوية إذا ما كانت أكو عوامل خطورة بس نتابعها لمدة 4 إلى 6 أسابيع وراها أي إجراء ثاني فبعد 6 أسابيع حتى نشوف ليش العقدة اللمفاوية ما رجعت لوضعها الطبيعي. دكتورة خلينا نتكلم عن مراكز الكشف المبكر في العراق، ما هو عددها وكيف منتشرة في محافظاتنا في العراق؟ خلينا نرجع إحنا شوية إلى نسرد فتشي عن تاريخ البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بداية البرنامج كانت في سنة 2000. بالبداية كانت هي بس 3 مراكز بالعراق أو 4، 2 في بغداد، 1 في البصرة، 1 في الموصل. فبداية البرنامج كانت بس هذه المراكز. بعدين من بلشنا نسوي الحملات بدينا نحس إنه إحنا بحاجة إلى استحداث وفتح وحدات طبية متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مكانات أخرى. اليوم الحمد لله والشكر احنا عندنا 53 وحدة كشف مبكر عن سرطان الثدي منتشرة في بغداد وكافة المحافظات. قسم من المحافظات بها أكثر من وحدة وتركيزها خلينا نقول أكثر وحدات الكشف المبكر هي في بغداد. بغداد لها خصوصية لأنه هي مكتظة بالكثافة السكانية فأكيد إحنا نحتاج إلى مراكز أكثر وكونها هي العاصمة وبها مختلف الخدمات الصحية مرات يقصدوها المواطنين من المحافظات فأكو زيادة وهي يعني مو أكثر من اللازم بالعكس إحنا هذه الزيادة دائما تعطينا مؤشرات جدا عالية ويعني أعداد النساء اللي إذا نكتشف سرطان الثدي بها بالمراحل الأولى يبدو أنه إن شاء الله بالآونة الأخيرة كلش مبشر بخير. نعم دكتورة إجانا سؤال الآن من بغداد أيضا متصلة تسأل عن ما هي المراكز في بغداد، ممكن تحددين مراكز الكشف المبكر في بغداد حتى المواطنات أو المتابعات اليوم تعرف وين تراجع حتى تكشف عن المرض مبكر؟ بغداد احنا عندنا 17 عيادة مثل ما ذكرت. العيادة الأولى اللي افتتحناها هي كانت بمستشفى الأورام التعليمي دائرة مدينة الطب ومستشفى العلوية التعليمي للولادة. هذني أول مركزين منذ انطلاقة البرنامج فاتحين العيادة بهم وبها مختلف الخدمات للكشف المبكر والتحري عن السرطان الثدي. العيادات البقية موجودة في معظم المستشفيات التعليمية والعامة، مثلا عندنا بالمستشفى اليرموك التعليمي، مدينة الإمامين الكاظمين، مستشفى الأمل الوطني، مستشفى الكرخ للولادة والكرخ العام، مستشفى المحمودية عندنا بها وحدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مستشفى الإمام علي ومستشفى فاطمة الزهراء. فمعظم مستشفياتنا، مستشفى النعمان هم بها وحدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مستشفى دار الفياض اللي هي خلينا نقول بأطراف بغداد هم بها وحدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. معظم المستشفيات إذا تقصدوها هي بها وحدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذا خبر جيد للمتابعات. متابعينا الكرام نشوف هذا الفاصل الأخير وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. دكتورة نصيحة أخيرة تحبين توجهيها لمتابعاتنا اليوم بالبرنامج؟ طبعا أكيد أني أنصح جميع الفتيات والسيدات بمراجعة أقرب وحدة طبية للقيام بفحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي
بمناسبة حلول شهر 10 شهر أكتوبر الوردي. وبهاي المناسبة وجه معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح الحسناوي بإطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبإشراف مباشر للأمين العام لمجلس السرطان الدكتور تحسين الربيعي. انطلقت حملتنا من يوم 1/10، وحملتنا هاي السنة تحت شعار لأنك تستحقين الأفضل. فأكيد معنا اتصال دكتورة. معنا سعاد من بغداد، تفضلي ست سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. إذا زحمة عندي سؤال يمكم إذا ما تصير زحمة عليكم. نعم تفضلي. أهلا وسهلا بك. أهلا دكتورة. أهلا ومرحبا. بلا زحمة عندي سؤال، أنا عمري 54 سنة. نعم. وعندي سكر وضغط ودهون بالدم. نعم. ونسبتهم عالية، هذه هل متأثر على وجود سرطان بالثدي أو لا؟ نعم، شكرا لاتصالك ست سعاد، والان راح اجاوبك دكتوره سرعه على هذا السؤال، شكرا جزيلا. نعم دكتوره. بالنسبه لسعاد هي عمرها 54 سنه. نعم. هي ضمن الفئه العمريه المستهدفه بالبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بغض النظر عن انه السكر مالتها يعني في حاله توازن او مضبوط ولا لا، هي لازم تباشر بالقيام بالفحوصات الدوريه للكشف المبكر عن سرطان الثدي كونها من ضمن الفئة المستهدفة. أضف إلى ذلك الوضع العام والصحة العامة لها أكيد تأثر على أنسجة الثدي، فممكن أنه إذا كان وضعها يعني السكر مالتها ما مضبوط، هذا يعرض أنسجة وخلايا الثدي إلى التهيج المستمر، فممكن أنه يحفز لنا الخلايا السرطانية. فأكيد أنه هي تتوجه الأقرب وحدة صحية حتى إذا كان مركز صحي، لأنه بالمركز الصحي أيضا ضمن حزمة الخدمات اللي تتقدم للمراجعين هي الفحص السريري والإرشادات والتوعية من قبل مسؤولي تعزيز الصحة، راح يرشدوها إلى وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى الطبيب المسؤول عن برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي راح يحيلها إلى أقرب عيادة أو وحدة طبية متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وباستمارة رسمية. طبعا شكرا جزيلا للمعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم دكتورة برنامجنا. متابعينا الكرام شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا الدكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج، نلتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.